إن الحمد لله وحده نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ونعوذ بالله العظيم من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم إنا نشهد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشفت به يا ربنا الغمة اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا شفاعته يوم القيامة وارزقنا خير الدنيا والآخرة كما رزقته يا أكرم الأكرمين اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأشياعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الصائمون الكرام ما خلقنا الله عبثا فالله خلقنا وخلق لنا لكي نصل إلى حضرته سبحانه ومن أعظم الدروس التي أراد الله أن يربينا عليها في ذلك الشهر الكريم بعد أن ربانا على مراقبته في لقاء سابق وبعد أن ربانا على الصبر في لقاء سابق ربنا اليوم يربينا على شيء يؤصله في قلوبنا تعالوا نستمع إليه من الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود من الريح المرسلة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فالحديث يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان صاحب جود وصاحب عطاء دائم أجود الناس يزداد جود الحبيب صلى الله عليه وسلم في رمضان ولك أن تسأل ما السبب الذي من أجله كان جود النبي عليه الصلاة والسلام يزيد وعطاء النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان والإجابة باختصار لأنه تربى على مائدة ربه دي الإجابة الله رباه فتربى الله أعلمه فتعلم الله قومه فتقوم الله أعطاه الدرس الذي أحمله لحضراتكم اليوم في رمضان فتعلم الحبيب الدرس ثم تركها لنا خالدة إلى يوم القيامة كلما جاء رمضان لابد وأن نتعلم الدرس ألا وهو العطاء العطاء أجود الناس في غير رمضان
وفي رمضان كالريح المرسلة، لكن من أين تعلمها رسول الله؟ ده السؤال يا أخواني، من أين تعلمها رسول الله؟ أو بصيغة أخرى، كيف رباه الله عليها؟ أو بصيغة ثالثة، أين الدرس في رمضان أن الله يريدنا أن نتعلم العطاء في رمضان؟ من أين تعلمناها؟ إننا تعلمناها عن الله. فلك أن تتخيل ذلك السؤال وأنا أحتاج إلى قلبك يجيب عن ذلك السؤال. كم أعطى الله خلقه منذ خلقهم إلى أن يدخلوا الجنة أو النار؟ كم أعطى الله خلقه منذ خلقهم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار؟ متخيل؟ متخيل حجم العطاء الذي أعطاه الجواد الكريم سبحانه وتعالى منذ خلق الخلق إلى أن تقوم الساعة، بل إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار؟ متخيل؟ لو تخيلتها لعلمت شيئا واحد، إيه هو؟ أن هذا الكرم مبني على خزائن ملأ لا تنفد أبدا، وكما قال في الحديث القدسي بنفسه سبحانه: عبادي، الله ينادينا، عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا جميعا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته، كل اللي بيتمناه، فسأل كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد ما يريد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر إذا دخله المخيط. عطاء، ده الملك. فتربى النبي في مدرسة الله على إيه؟ على العطاء، يعني تعلم من الله. فكان أجود الناس في غير رمضان، وفي رمضان أجود الناس كالريح المرسلة. طب ربنا سبحانه وتعالى في غير رمضان كريم، وفي رمضان لا أقول لك على كرم الله، ليس له حصر. ومن عطاءات الله تعالى التي أعطاها لنا في رمضان لكي يصل الدرس لقلوبنا، إن ربك سبحانه وتعالى قال لك الفريضة اللي تأديها في رمضان مش هحسبها لك زي ما بحسبها لك في غير رمضان. عطاء ده ولا مش عطاء؟ عطاء. بل والنافلة لو عملتها في رمضان يديك عليها أجر مضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك الشهر من فطر فيه صائما ولو على شربة ماء أو مزقة لبن أخذ مثل أجر الصائم دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. ده عطاء ولا مش عطاء؟ ده عطاء. تاخد كمان عطاء ربنا عمله في رمضان عشان يوصل لنا درس إن إحنا لازم يكون عندنا عطاء كبير في رمضان وفي غير رمضان. إذا دخل رمضان فتح الله أبواب الجنة الثمانية، ده عطاء مش سهل. باب الجنة الباب الواحد تستطيع أن تقول إن مسفت من هنا من مسجد السلام في المجاورة الرابعة في مدينة العاشر من رمضان إلى هناك حيث باب الكعبة، ده تقريبا يعني ده الباب الواحد، مساحة عرض الباب من هنا إلى باب الكعبة، من باب ذلك المسجد إلى باب الكعبة، اضرب في 8 أبواب يبقى كم مساحات تلك الأبواب يفتحها الله عطاء منه وفي رمضان عشان يعلمك إنه كريم وذو عطاء، فلازم أنت كمان تكون كريم وذو عطاء. وإذا دخل رمضان غلقت أبواب النار، أبواب النار، ولو فتح على الخلق جزء
من أبواب النار لاحترقوا جميعا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ده عطاء. أنا بدلل لحضرتك إن الكريم في رمضان بيعطي عطاء لا يعطيه في غير رمضان عشان يوصل لك إن الدرس الغالي في رمضان أن تتعلم العطاء. وده اللي تعلمه مين؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم. والحديث بيطبق القاعدة، تربى في مدرسة العطاء الإلهية فكان في رمضان كالريح المرسلة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويكمل العطاء في أن الملك سبحانه وتعالى يقول لنا: أنا أعتق في كل ليلة من رمضان عدد لا حصر له، وفي نهاية رمضان أعتق عددا مثل العدد الذي أعتقته في كل شهر رمضان. عطاء من هذا؟ كريم ولا مش كريم؟ بيعلمك إيه؟ أنت فكر إن ربنا بيتعامل معاك عشان هو محتاج يظهر لك إن هو بس كريم؟ لا، ده هو بيتعامل معاك بهذا العطاء عشان يعلمك إنك تتعلم منه. كما قيل: تخلقوا بأخلاق الله. ويكمل العطاء في رمضان. عمرك سمعت عن مزاد يقول لك إن ليلة تساوي 1000 شهر؟ وإذا سمعت عنها من أحد فالذي أخبرك بذلك لا يملك أن يعطيك فضلها وأجرها إلا الله. صح؟ عطاء من هذا؟ ده كله في إيه؟ في رمضان. عطاء مباشر، فتحت أبواب الجنة، غلقت أبواب النار، أعتقت كل ليلة في آخر الشهر أعتق بعدد ما أعتقت طول الشهر، ليلة القدر ثواب الفريضة ب70 فريضة وثواب النافلة يصل لثواب الفريضة. إيه ده؟ ده وراها موضوع كبير عايز يعلمولك ويعلمولي سبحانه. مين يتعلمه؟ سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أجود الناس، وكان في رمضان يزيد جود وعطاءه فيصبح كالريح المرسلة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا أراد يعلمنا ويدربنا على العطاء في رمضان بطريقة غير مباشرة، فقال لذلك الإنسان الذي لا يستطيع أن يصوم لمرض مثلا، وقال الأطباء: حضرتك مش هينفع تصوم حتى بعد رمضان، حتى أن تموت. قال له: أعطي فذلك كفارة ما فعلت. أطعم عن كل يوم صاع مسكين. ده عطاء ولا مش عطاء؟ بيدربك إنك لما تفطر يوم بعزر في رمضان، أنت غير قادر بعد رمضان، أو المرأة غير قادرة بعد رمضان أن تصوم، إنه يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يعطي، أو بيدرب على العطاء. وكذلك ربنا في شريعته دربنا على العطاء الواسع في رمضان، فقال للرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان: أعطي فذلك كفارة ما فعلت. عتق رقبة، ما لقيتش يا رسول الله. قال له: صوم 60 يوم متتابعين. قال لي: ما قدرتش يا رسول الله. قال: أطعم 60 مسكينا. ده عطاء، بيدربك على العطاء في أحكام رمضان. ويأتي التدريب الكبير على العطاء في رمضان، ويقول لك: زكاة الفطر طهرة للصائم. بيعلمك إيه؟ بيعلمك العطاء، ويقولك زكاة الفطر مش حاجة بسيطة، لا ده فريضة يعني لازم تعملها، وعلى كل واحد أنت بتصرف عليه في بيتك، حتى الطفل الرضيع، حتى المرأة لو ولدت طفلا آخر يوم من رمضان وقبل المغرب بدقيقة نزل الولد، لابد أن تخرج عنه زكاة الفطر. بيعلمك إيه؟ بيعلمك العطاء، بيدربك على العطاء. ده وإيه كمان؟ وقال لك: يا فقير، يا مسكين، يا اللي بتاخد من الناس زكاة فطرهم
إذا كنت تملك يوم العيد وليلة العيد أكلك، أكل يكفيك أنت وعيالك يوم العيد وليلة العيد، فلا بد أن تتعلم العطاء، وعليك زكاة فطر أنت وأولادك، بيدربك ويعلمك ويربيك ويزكيك ويأهلك، بيقول لك طول السنة بتمد إيديك، طب ما تتعلم مرة تدي أنت وتعطي. عطاء، عطاء ربنا ربنا عليه. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، أي في غير رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. قال إيه العلاقة بين الصيام ورمضان والعطاء؟ إيه الأول مفهوم العطاء؟ من الخطأ الكبير أن يتخيل أي إنسان أن العطاء معناه المال فقط، ده أكبر خطأ ممكن تقع فيه. العطاء ليس معناه المال. الدليل حاجتين، ربك لما جه يعطي أعطاك مال بس ولا أعطاك أشياء أخرى؟ هي صحتك دي مال؟ هي نعمة الهداية مال؟ هي نعمة العقل مال؟ هي نعمة الإسلام مال؟ نعمة الأولاد مال؟ نعمة الزوجة الصالحة مال؟ نعمة إن أبوك وأمك يرضوا عليك مال؟ نعمة إن الناس تحبك مال؟ لا، عطاء. اوعى تفتكر في يوم من الأيام إن العطاء منك إنك تدي واحد 10 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه، لا لا لا، دي آخر عطاء وأبسط عطاء. ولذلك لأنه أبسط عطاء ربنا بيقول لحبيبه إيه صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا محمد اوعى تفتكر إن لو معك كنوز الأرض هتقدر تشتري قلوب أحبابك وأصحابك والناس اللي حواليك. يبقى الفلوس مش كل حاجة. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض، لو أنفقت ما في الأرض، مش هيحصل وتألف بين قلوبهم أبدا. فالعطاء مش فلوس بس، ده العطاء الفلوس ده والمال ده جزء من أنواع العطاء. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى كان العطاء منهما، سبحان الملك صلى الله على الحبيب، كان عطاء الله مش مال بس. وإلا اسمع بقى الحتة دي يخليك مريض كده، كلنا مرضى كده، نسأل الله العفو والعافية، وبعدين ينزل على كل واحد فينا ايه 5-6-7 مليون جنيه ويقول له ايه انت حر داوي نفسك بقى ولا اشتري الصح، كنت تعمل ايه ساعتها؟ كنت تنفع؟ يبقى الفلوس وحدها لا تكفي، والفلوس وحدها مش هي العطاء الوحيد اللي ربنا اعطاه لك، بل والفلوس وحدها والعطاء المادي والانفاق والاكل والشرب والحاجات دي مش هي العطاء بس اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه لمن حوله وللناس الى يوم القيامه. ده كان يعطي من اخلاقه ومن سماته ومن صفاته ومن سيرته ومن هديه ومن حسن خلقه ومن تبسمه ومن معاملاته ما لا يعطيه من المال صلى الله على الحبيب، صلى الله على الحبيب. أي الرصيدين في ميزان النبي أعلى، رصيد المال عنده ولا رصيد الأخلاق عنده؟ هو ربنا قال له إيه؟ وإنك لعلى مال عظيم، ولا قال له وإنك لعلى خلق عظيم؟ يبقى عطاءه من المال أكثر ولا من الأخلاق أكثر؟ ده كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فقد المال عمال هو بدي كده يوم يبتسم في وجه اللي بيديله الفلوس، عنده أكل يوم يبتسم في وجه اللي بيديله الأكل، ما عندوش يبتسم برضه. فإذا منع وفقد عطاء المال فلم يفقد في حياة الحبيب عطاء الأخلاق. وده اللي أنا عايز أقوله لحضرتك النهاردة، يا بخيل على نفسك بالدعاء، الدعاء عطاء، يا بخيل على نفسك بأنك لما تقابل كل واحد مسلم تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عطاء. يا بخيل على زوجتك وأولادك إنك تجلس معاهم كل يوم ساعة قبل النوم، ده عطاء. يا بخيل اتصالك بأمك أو أبيك اللي في بلد تاني عشان تطمن عليهم ويدعوا لك، ده عطاء.
يا بخيل تبسمك في وجه أخيك عطاء، يا بخيل إماطتك الأذى عن الطريق حتى لا تؤذي أحدا عطاء، يا بخيل دعوتك للإسلام والمسلمين في أزمته وغربته عطاء. ده عطاء، عطاء كامل شامل، وده اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان كالريح المرسلة. والسبب إيه؟ قال لك السبب اللي أنا عايز أقوله لكم بقى، حديث في الصحيح أخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم عن لقطة ومشهد من مشاهد القيامة هناك. انسى الدنيا، تعال معايا، اطلع اطلع بقى، سيبك بقى هتفطر النهارده، وسيبك بقى من الفلوس والمرتب واخر الشهر والحاجات اللي انت عارفها دي، سيب ده كله كده وتعالى معايا. كلنا واقفين حفاة عراء غرلا الشمس، يجي اتنين يقولوا ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ياتي القران والصيام يشفعان للعبد يوم القيامه. يا الله، انا عايز اسال سؤال يا جماعه، المصحف الهون في المصاحف اللي في المسجد دي طبعة المدينة المنورة ولا طبعة الشمالي ولا طبعة مين اللي هتيجي يوم القيامة تقول يا ربي أنا عايز أشفع لفلان الفلاني علشان كان يقرأني بالليل؟ الطبعة الهين، القرآن، الطبعة الهين اللي هتيجي تشفع لك. طب الصيام الشهر الهون اللي هيجي يشفع لك، الصيام اليوم الهون اللي هيجي يشفع لك، مش ملاحظ حاجة؟ مش ملاحظ إن ربنا سبحانه وتعالى بده يقرب لك المسافات قوي ويشيل عن ذهنك اي تجسيد لواقع القران ولواقع الصيام؟ وعايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك انا اخبرت هيحصل، يقف الصيام والله اراه بعين قلب، والله كاني ارى الصيام والقران واقفان امام الله يوم القيامه، والعباد جميعا في ذل لا يعلمه الا الله، ثم يقف الصيام ويقول ربي ده يا ربي أنا منعت الشهوات والأكل والشرب بالنهار شفعني فيه. يقوم ربنا يقول للصيام إيه؟ لك ما طلبت، هخليك تشفع له النهاردة في يوم لا ينفع فيه لا مال ولا بنون. ثم يقوم القرآن، وأنا أنت عايز أنت كمان، ده أنت كلامي، ده أنت حاجة غالية قوي، أنت عايز إيه؟ وأنا يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول له صدقت، وصدق في قراءته وكانت لوجهي، فيشفعان ويكون الصيام والقرآن سببا في دخولك الجنة. اللهم ارزقنا الجنة مع الحبيب المصطفى والنبي المجتبى عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أقول إيه من الحتة دي بقى؟ إيه علاقة بقى العطاء بالحتة اللي أنا بقولها دي والصيام والقرآن؟ عايز أقول لك إن الصيام والقرآن، الصيام بالنهار منعته الطعام والشراب والشهوة في النهار فشفعني فيه، والقرآن بالليل ومنعته النوم بالليل فشفعني فيه. الصيام بالنهار والقرآن بالليل يربيان العبد في رمضان خاصة على العطاء. وأنا لما بصوم بتعلم العطاء إزاي؟ لك ألا، هو حضرتك لما بتصوم الصيام بيعمل فيك إيه؟ الصيام يا جماعة بيدخل جوه زي كده المضاد الحيوي، يدخل الفيروسات اللي جوه زي فيروس البخل، زي فيروس الكبر، زي فيروس الحرص، زي فيروس حب الدنيا، كل الفيروسات اللي ايه؟ اللي عايزك تجمع وتكنز وتبخل، يقوم يقتلها ويضعفها. يقوم لما يقتلها الصيام في النهار ويضعفها، فانت بقى الحاجات دي مش عائق امام عطائك مع الله. اي عطاء بقى، سواء مال او حسن خلق او تبسم او الى ما غير ذلك. وياتي القران بالليل يعمل ايه بقى بعد الفيروس؟ ما ايه الفيروس؟ ايه اتقتل بالنهار من الصيام، يجي القران بالليل. وش معنى بالليل؟ قال لك عشان مش حد يشغله بتليفون ولا برنه ولا برساله ولا مراته تطلب طلب ولا العيله تطلبوا حاجه. بالليل، الليل ده بتاع الملك، ولذلك لما كان الليل بتاع الملك خص فيه ثلثه لينزل لخلقه فيقول هل من داع فاستجيب، هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر. فالليل مع القرآن يعمل ايه؟ القرآن بعد المضاد الحيوي بتاع الصيام ما قتل الفيروس اللي جوه، يروح منظف ومديك نور ومديك طاقة
ومديك هداية ومديك توفيق ويديك قوة دفع انك انت تقوم تعطي بالليل او بالنهار. هي دي فايدة الصيام بالنهار، يقتل الفيروس بتاع البخل بتاع الحرص بتاع الشح بتاع حب الدنيا بتاع كنز المال بتاع سوء الاخلاق بتاع الكبر بتاع الغرور بتاع الغضب، يقتلها. وبعدين يجي بالليل بقى القرآن يعمل ايه؟ ينور، زود بقى، اشحن بقى، املى بقى، يوم يحصل ايه؟ ينقلب الانسان الضد، قال لا مش ده فلان الفلاني اللي كان قبل رمضان بخيل بس اختلفت، مش ده فلان الفلاني اللي كان وشه مكشر على طول في رمضان بس على طول مبتسم في رمضان، مش ده فلان الفلاني اللي كان ما بيصلش ارحامه ده كل يوم بيتصل بواحده من ارحامه ولا واحد من ارحامه يطمن عليه، مش ده فلان الفلاني اللي كان ما بيروحش لمريض اهو بدا يروح لمريض في رمضان. الله اكبر. اقرا معي ذلك الحديث الرائع في الجزئيه دي، رواه الامام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من اصبح منكم اليوم صائما، من اصبح منكم اليوم صائما؟ فقال ابو بكر: انا يا رسول الله. اسمع الاجابه. فقال عليه الصلاه والسلام: ومن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال ابو بكر: انا يا رسول الله. فقال: ومن اتبع منكم اليوم جنازة، شيع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل بهن الجنة. هو بدأ بإيه؟ بدأ بإيه؟ المن أصبح منكم اليوم، وبعديها جاب زيارة المريض وتشيع الجنازة وإطعام المسكين. وعايز يقول لنا إيه؟ أنت فاكر إن ترتيب الجمل في القرآن أو ترتيب الجمل في كلام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم صدفة؟ والله بقدر، والله بقدر ومقصودة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى، صلى الله على الحبيب، وما ينطق عن الهوى، صلى الله على الحبيب. فليه بدأ بالصيام؟ عايز يقول له: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال له: أيوة، يبقى أنا منتظر منك عطاء أكبر وأكبر وأكبر يا من صم، لأن الصيام يعلم العطاء. طب مين منكم بقى عاد مريض؟ برضه هو اللي قال أنا. طب مين منكم جاي على جنازة؟ برضه هو اللي قال أنا. طب مين منكم اللي أطعم مسكين؟ برضه هو اللي قال أنا. هي دي حكاية الصيام مع العطاء، وتربية وتقويم لنفس الإنسان عن العطاء. عطاء مش فلوس بس، عطاء عطاء. روى المقدسي في منهاج القاصدين عن الإمام مالك: اسمع أمك السيدة عائشة هتعمل إيه وتعلم فن العطاء مع الله. روى الإمام مالك قال: أخبرتني جارية عند عائشة رضي الله عنها ذات يوم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ذات يوم كانت عائشة رضي الله عنها صائمة، فجاء مسكين على الباب فقال: أعطيني شيئا يا أم المؤمنين. فالتفتت السيدة عائشة للجارية وقالت: ما عندنا اليوم، عندنا إيه النهاردة، بيتنا في إيه؟ قالت: يا أم المؤمنين، رغيف عيش تفطرين عليه. قالت: أعطه للمسكين. قالت: يا أم المؤمنين، ليس عندنا غيره وانت صايمة. قالت: أعطه للمسكين. فأعطته الجارية للمسكين. قبيل المغرب أهدي للسيدة عائشة رضي الله عنها شاة كاملة مشوية، فنادت على الجارية التي كانت تعترض على إخراج الرغيف، فنادت على الجارية وقالت: تعالي وكلي، فهذه أفضل من رغيفك. تعلمت حاجة من أم المؤمنين عائشة: عطاء وأنت صائم لازم تتعلم. وانت بتعطي ما تنساش ثلاث حاجات: اولا، كل اللي انت هتعطيه من مالك او من علمك او من جسمك او من وقتك او من خلقك مش بتاعك، انما هو عطاء من الله.
تتكبر بقى وتفرد نفسك أو مفيش حاجة بتاعتك. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين في أمان. علمك أمانة، اد منه. عقلك أمانة، انصح الناس بيه. جسمك أمانة، ساعد الناس بيه. مالك أمانة، اد الناس منه. عطاء عطاء. يبقى لا تنسى مع العطاء ثلاثة أشياء. واحد، أن كل ما تعطيه أساسه منين؟ مش بتاعك. ثانيا، أنك أحوج أن تعطي من الفقير أو المحتاج من أن يأخذ. هو مين محتاج مين؟ أحسبها لك ببساطة. أي واحد يأخذ منك أي حاجة هيعمل بها إيه؟ هتقعد معه قد إيه؟ هياكل عندك أو هتأكله أكلة، وبعدين هتديله جلبية ولا بنطلون ولا حاجة، وبعدين أي حاجة هتفهم. يبقى مين اللي مستفيد أكثر، أنت ولا هو لما أعطيته؟ أنت اللي مستفيد مش هو. هو خد منك الخمسين جنيه، راح اشترى بيها طقم للولد، الطقم قعد سنة مع الولد وانتهى وترمى خلاص، وين اللي بقي؟ عطائك أنت. يبقى أنت بتعمل لنفسك أنت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقررها ويكررها أكثر مرة في القرآن الكريم، وما تقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم. دي تاني حاجة. تالت حاجة ما تنسهاش وانت بتعطي. قال لك وانت بتعطي يا صاحب الفلوس، ويا صاحب العلم، ويا صاحب الصحة، ويا صاحب الذكاء، ما تنساش حالك قبل أن يعطيك الله كان إيه. هات لي أغنى واحد على وجه الأرض قبل الفلوس دي كلها ما تجي له كان إيه. كان فقير، يقولك ده ورثها على أبوه. طب أبوه كان إيه؟ ورثها على أبوه، أبوه كان إيه؟ لازم توصل إلى نقطة إن كل الناس فقراء ما كانش عندهم حاجة. عايزك تتخيل حالك قبل ما تعطي كان إيه. لما يجي يقف واحد في قرد دمك كده افتكر إنك كنت إيه؟ فقير. لما يجي واحد يسألك وإنت عندك علم افتكر إنك كنت إيه؟ قبل كده جاهل. لما يجي واحد ضعيف كده وعايزك تسنده أو تقيل مغرز مريض كده وتسنده ولا مزيد، افتكر إنك أنت كنت إيه؟ ضعيف. افتكر بقول الدرس ده رب الله ربنا عليه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في سورة كلنا بنقراها وسورة كلنا حفظنا. اقرأ معي قول الله سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ست جمل. الثلاث جمل الأخريات: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قبل ربنا ما يقول له الثلاث جمل دول ويقول له اعطي، فكروا الأول انت كنت ايه. فما تنساش انت كنت ايه وانت بتعطي عشان ما تبخلش على نفسك. قال له ايه في الأول؟ ألم يجدك يتيما فآوى، وقصادها يقول له ايه؟ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، وقصادها ووجدك عائلا فأغنى. سبحانك. شفت يا جماعة ثلاث حاجات ما تنساهمش وانت بتعطي، ساعتها هتنطلق كالريح المرسلة مع العطاء. ما تنساش ان كل اللي بتديه أصله من الله. ما تنساش انك أحوج انك تدي من غيرك انه ياخد منك. ما تنساش قبل كده كنت ايه. وربنا بيفكرك ويقول لك ايه لما تشوف واحد مريض، تشوف واحد فقير، تشوف واحد جاهل، افتكر انت حالك كان ايه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فمن الله عليكم درس من اغلى الدروس في شهر العطاء، ان نتعلم العطاء بمفهومه الشامل الكامل من الله ومن اجود الناس
صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الولي الكريم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. في رمضان يكسر العطاء وأراه بعين، تشعره بقلب، لما بيعطيش طول السنة ربنا بيكرمه ويهديه ويعطي في رمضان، لأنه فهم عن الله، فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العطاء لازم يزيد في رمضان، تشبها بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وأملا أن يكونوا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعهم مع الحبيب محمد، اللهم اجمعهم واجمعنا بعطائك وكرمك مع الحبيب محمد. لكن اسمع بقى الحتة الجميلة ديت. جلست السيدة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه الصلاة والسلام آية من القرآن، وكأنه بيعلمنا إن الرجل لابد أن يذكر أهله بالخير دائما وبالقرآن دائما. قرأ قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خيفين مترقبين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خيفين مترقبين. فالسيدة عائشة لما سمعت الآية قالت: يا رسول الله، ربنا يتحدث عن الزاني حين يزني خائف من الله، عن السارق حين يسرق خائف من الله. قال لها: لا يا ابنة الصديق، ده الآية بتتكلم عن واحد صلى طوال الليل وصام طوال النهار وقرأ القرآن ليل نهار وتصدق بالخير كله وقلب وجل، هتقبل أم لا يا رب؟ قلب وجل. فأنا عايز أقول لحضراتكم، مهما أعطينا إن شاء الله سيقبله الله، إن شاء الله سيزيد الله. أنت طلعت كم بلح السنة دي؟ بقول لك طلعت كم بلح. كل تمرة تشق نصفين، كل نصف منها كفيل بعزة الله وعطائه أن يحجب عنك نار جهنم يوم القيامة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. شوف بقى أنت طلعت قدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد يخرج الصدقة فيأخذها الله بيمينه الملك فيربيها له. عارف يربيها له؟ يربيها ويزودها له، فيربيها له حتى يجدها العبد يوم القيامة كالجبل. عطاء من هذا؟ عطاء الله سبحانه وتعالى. فياريت حضرتك لما تيجي تعطي أي شيء ما تنساش هذه الجلسة المباركة بين السيدة عائشة وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه؟ اقبل يا رب. وانت رايح تدي الحاجة كده أو انت بتدي أي عطاء كده قول كلمتين بس فيهم الخير كله، الكلمة الأولى والكلمة الثانية: اللهم ارزقني الإخلاص والقبول. اللهم ارزقني الإخلاص والقبول. اللهم ارزقني الإخلاص والقبول. عباد الله، بقي من الزمن ساعات، بقي من الزمن ساعات، لسه كان في رمضان. طبعا كتير مننا مش مهتم، ايه يعني بقي ساعات هيخلص زي ما رمضان كتير قوي خلصت؟ لا، انا هحسبها لك بحسبة تانية عشان افوق قلبك شوية. لو جاءك رسول من الله وقال لك: يا عبد الله، مع ظهور هلال شوال وانتهاء رمضان ستخرج روحك وتلقى الله، هتعمل ايه؟ ده انا وسعت لك المسألة شوية. ده ممكن يأتي الأجل قبل أن يأتي هلال شوال بعيد عن الله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون. المقصود بالساعة من 60 دقيقة في الآية، ده المقصود بالساعة يعني لحظة، كما قال هناك ربنا: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فممكن في لحظة كده
والله أنا مضامن أدعو الدعاء بتاع الجمعة وانزل ولا أي واحد فيك يضمنها. فإن كنت حضرتك مش ضامنها فلازم تستعد ليها وتزبطها. إذا كان العمر ممكن ينتهي في لحظة ورمضان بعد ساعتها ينتهي في لحظة، فأنت استفدت إيه وعملت إيه ونظفت نفسك ولا لا؟ تبت صح من ذنوبك وآثامك وسيئاتك ولا زي ما دخلت رمضان زي ما طلعت من رمضان؟ يا جماعة أعظم كبيرة إنك تدخل رمضان وتطلع من رمضان ولسه حضرتك في قلبك ذنب مش عايز تنساه، ذنب مش عايز تسيبه، لسه بينك وبين واحد خصومة وقائمة. دخل رمضان وطلعت من رمضان ولسه متخصمين. أخلاقك سيئة مع مراتك، دخل رمضان وطلع رمضان ولسه أخلاقك سيئة مع مراتك. مقطع أرحامك، دخل رمضان وطلع رمضان ولسه مقطع أرحامك ولا عملت حاجة، كأنك ميت في صورة حي تسير على الأرض. فاستعد، فهي ساعات، لم يبقى من الزمن إلا ساعات، حياتك معلقة بحياة رمضان، أقصد مصيرك معلق بانتهاء رمضان. تفتكر حضرتك هيجي هلال شوال آخر لحظات في رمضان ينادى عليك أنت اعتقت من النار، اللهم اعتقنا من النار، ولا ينادى عليك بعدا بعدا سحقا سحقا؟ دخل عليك رمضان وحضرتك ما طهرتش نفسك، ما زكيتش نفسك، ما صلحتش خطأك، ما صلتش أرحامك، ما احترمتش عطاء ربك ليك، تحب تكون مين في الاتنين؟ ينادى عليك أنت السنة دي اعتقت من النار، ولا ينادى عليك بالطرد من رحمة الله في ذلك الشهر الكريم؟ بقول لحضرتك محروم على لسان الروح الأمين جبريل، محروم على لسان الصادق الوعد الأمين، محروم اللي يجي عليه رمضان ولم يغفر له. عايز ربنا يغفر لك، اثبت لنفسك في الساعات اللي باقية ولسه ليلتين، الليلة دي ليلة 27 اللهم اجعلها ليلة القدر، وليلة 29 اللهم لا تفوت علينا ليلة القدر. لو فاتت الليلتين وحضرتك ما حسيتش ان ربنا اعتقك من النار فلا تلومن الا نفسك. نسأل الله ان يجيرنا من انفسنا، نسأل الله ان يجيرنا من انفسنا، نسأل الله ان يجيرنا من انفسنا، وان يجعلنا من عتقائه من النار، وان يجعلنا من عتقائه من النار، وان يجعلنا من عتقائه من النار. اللهم حسن اخلاقنا وبيض وجوهنا وثبت على الصراط أقدامنا ويمن يوم القيامة كتابنا. اللهم شفع فينا نبينا وشفع فينا قرآننا وألف بين قلوبنا وأطعمنا واسقنا، وأطعمنا واسقنا وارضنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، فإن أعطيتنا فهو أملنا، وإن حرمتنا فليس لنا إلا أنت يا ربنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.